مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، حلقة خاصة بصحبة بسام الجزاف، إيمان أحمد، نواف الشراكي. ومن المركز الإعلامي للمؤتمر حنان كمال، ومن بغداد أحمد فاضل، ومن نيويورك أسامة عبد العزيز. سعداء جدا أن نلتقي بكم مشاهدينا أينما كنتم في هذه الحلقة الخاصة من مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، وتصحبني في تقديم هذه الحلقة زميلتي إيمان الشهاب. مساء الخير. مساء النور بسام، ومساء الخير عليكم مشاهدينا أينما كنتم. مشاهدينا، نبدأ مع حضراتكم اليوم الحلقة الثانية لبدء فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، والذي بدأت فعالياته الفعلية بشكل جدي اليوم. بسام، سوف يكون إن شاء الله بعد لحظات ضيوف معنا في هذا البرنامج، سوف نتعرف عليهم لاحقا، ابقوا معنا. بأكثر من 330 مليون دولار تعهدت المنظمات الدولية غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق، منها ما قيمة أكثر من 122 دولار تعهدت بها الهيئات والجمعيات الخيرية الكويتية، وذلك من خلال مؤتمر عقد اليوم بمشاركة نحو 70 منظمة إنسانية، منها 30 منظمة إقليمية ودولية و25 منظمة عراقية و15 منظمة كويتية. مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق جاء بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وتكليف من الحكومة الكويتية للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وسط مشاركة دولية واسعة. وتضمن المؤتمر عدداً من الجلسات التي تحدث فيها رموز وقيادة العمل الإنساني من شتى أنحاء العالم عن تجارب إنسانية. ونحن نتطلع مع شركائنا إلى أن يكون هذا المؤتمر منصة إنسانية فاعلة من أجل تفعيل وتضافر جهود المنظمات الإنسانية للإطلاع على الوضع الإنساني في العراق وتعزيز الشراكات الإنسانية والإعلان عن البرامج المأمولة في دعم الوضع الإنساني بالمناطق العراقية المتضررة والعمل على بناء قدرات المتضررين. ولا شك أن هذا المؤتمر يشكل نافذة أمل جديدة وبارقة حياة أمام أكثر من 5 ملايين نازح عراقي يفتقرون إلى المأوى والمأكل والمشرب والرعاية الصحية والخدمات التعليمية، ويعيشون منذ 3 سنوات في أوضاع إنسانية بالغة القسوة وظروف شديدة الوطأة والصعوبة. ويستهدف المؤتمر تقييم الوضع الإنساني في العراق وحشد جهود المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للإطلاع على الاحتياجات الأساسية للأشقاء العراقيين المتضررين، ودعم جهود الاستجابة وتعزيز جهود الشراكة في مواجهة التحديات الإنسانية المؤلمة في العراق. وحظيت بادرة دولة الكويت بإقامة هذا المؤتمر بإشادات أممية ودولية وعربية واسعة، إذ تؤكد هذه الفعاليات حرص دولة الكويت على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الشعب العراقي في حربه على الإرهاب. We'll be right back.
مرة أخرى نود أن نرحب بمشاهدينا الذين انضموا إلينا في ثاني حلقات برنامجنا المخصص لمتابعة وتغطية مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، والذي انطلق اليوم بفعاليتين. الأولى إيمان كانت في اجتماع الخبراء رافعي المستوى لبرنامج العراق لإعادة الإعمار ودور المؤسسات التمويلية أيضا. نعم، أيضا بسام في الشق الثاني للمؤتمر شهد هذا الشق أعمال المؤتمر اليوم لمنظمة غير الحكومية، للمنظمات بشكل عام غير الحكومية، نعم، لدعم الوضع الإنساني في العراق. المجتمعون في بيانهم الختامي أوصوا بتنفيذ برامج إنسانية بقيمة تجاوزت 335 مليون دولار بسام في العراق، طبعا تتوزع في على مجالات الصحة والإيواء والتعليم أيضا وغيرها من المجالات التنفيذية، ودعوا أيضا إلى ضرورة أن تطلع المنظمات المانحة بالتنفيذ وبالإشراف على برامجها بالتعاون وبالتنسيق مع الجهات المحلية العراقية. بالفعل إيمان، إذن الكويت نستطيع أن نقول بأنها الفاعل الإنساني المهم على خارطة العمل الإنساني العالمي، تواصل لعب هذا الدور المشهود بإطلاقها هذا المؤتمر الدولي. هذه ليست المرة الأولى التي تساهم فيها دولة الكويت إيمان في مساعدة الشعوب التي تعاني دولها من أزمات، بل إن هذه تعتبر خطوة تأتي منسجمة تماما مع نهج الكويت الدائم بتقديم العون والإغاثة بالدعم الدبلوماسي، بالدعم المالي لكل من يحتاج هذا الدعم. من جميع الدول حول العالم. بالفعل. بداية مشاهدينا دعونا نرحب بضيوفنا في الاستوديو والذين سيكونون معنا وبصحبتنا لهذا اليوم وفي هذه الحلقة. معنا سيكون مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة الخيرية الدكتور خالد الخليفي، ومعنا أيضا المدير الإقليمي لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالصندوق الكويتي للتنمية عبد الله المصبيح، وأيضا سيكون معنا بسام الدكتور مصطفى محمد أمين رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة بالعراق. لكن بداية مشاهدينا، قبل أن نبدأ الحوار مع الزميل نواف الشراكي، ننتقل إليه مباشرة إلى المركز الإعلامي لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، لنقف معه على آخر مجريات ما حدث اليوم وحصيلة هذا اليوم لبداية المؤتمر. نواف، شكرا إيمان، شكرا بسام. ننتقل الآن إلى المركز الإعلامي لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق وزميلتنا من هناك حنان كمال. حنان، مساء الخير، وفي البداية ضعينا في أجواء اليوم الأول لهذا المؤتمر، وما هي أوراق وقاع أوراق العمل التي قدمت اليوم وما سوف يتم تقديمه يوم غد؟ اليوم مساء الخير نواف، أيضا التحية موجهة للزميلة إيمان أحمد شهاب وأيضا الزميل بسام. بداية، أول أيام مؤتمر إعادة إعمار العراق، اجتماع الخبراء رفيعي المستوى لبرنامج إعادة إعمار العراق، اختتم هذا الاجتماع بالتأكيد على دور المؤسسات التمويلية في إعادة عملية إعادة إعمار العراق. من واقع المقابلات التي أجريت مع عدد من المشاركين الاجتماع، تم خلاله الاتفاق على أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية الإعمار، كما ناقش المجتمعون البعد الإنساني في إعادة الإعمار. بالطبع الجلسات كانت بمشاركة العديد من مجموعات من المختصين وممثلي مؤسسات تمويلية إقليمية أيضا ودولية. بالنسبة للغد نواف، المقرر أن يكون هناك اجتماع للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم داعش. هذا الاجتماع يأتي متزامنا مع مؤتمر إعادة إعمار العراق. نواف. نعم حنان، من خلال مشاهدتك لهذا اليوم الأول، كيف تصفين حالة حشد الجهود والاهتمام بتطبيق أهداف المؤتمر؟ لا، أعيد السؤال مرة أخرى نواف من فضلك. من خلال مشاهدتك حنان لليوم الأول لهذا المؤتمر، كيف تصفين حالة حشد الجهود والاهتمام بتطبيق أهداف وتنفيذ أهداف المؤتمر؟
نواف، هناك العديد كانت من الأحاديث ما بين الفعالية والفعالية. طبعا الحضور فترة الصباح وإلى السادسة مساء كان حاشد من قبل الضيوف ومن قبل المؤسسات، ولكن أصداء المؤتمر أن المبادرة الكويتية في عقد وتنظيم مؤتمر إعادة إعمار العراق محل تقدير كبير من العراق عربيا أيضا ودوليا. اثنين، كان هناك مؤشر تفاؤل على أن العراق لا يقف وحيد، أن هناك دعم عربي ودولي لاستقرار العراق واستعادة أمنه واستقراره وأمانه. أيضا من اللافت للنظر أن إعادة إعمار العراق كان على دولة الكويت، أرض دولة الكويت، هذا الوطن العزيز، إعادة بناء العلاقات الكويتية العراقية على أسس جديدة تتجاوز ذكريات الماضي وأخطاء الماضي ومبنية على احترام السيادة، الثقة المتبادلة، تحقيق المصالح المشتركة التي تؤدي إلى تطور العلاقات وتطور البلدين وازدهارهما. زميلتنا حنان كمال من المركز الإعلامي لمؤتمر الكويت الدولي لإعمار إعادة إعمار العراق من فندق الرايك، شكرا لك حنان. مشاهدينا الكرام، بعد معرفة مجريات اليوم الأول من المركز الإعلامي راح نستعرض لكم بالتفاصيل والأرقام التعهدات التي قدمتها الهيئات والمنظمات الدولية الخيرية، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. عودة لكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. بالنسبة للتعهدات التي قدمتها الهيئات والمنظمات الخيرية الدولية راح نستعرضها ونعرفها من خلال الأرقام والتفاصيل على الشاشة. بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر قدمت تعهدات ب 130 مليون دولار أمريكي، أما جمعية سيسور إسلاميك الفرنسية فقد قدمت تعهدات ب 4 ملايين دولار أمريكي. أما بالنسبة لجمعية إسلاميك ريلايف البريطانية قدمت تعهدات ب 4 ملايين دولار أمريكي، وكذلك مؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية قدمت تعهدات ب 13 مليون و 430 ألف دولار أمريكي. جمعية قطر الخيرية قدمت 5 ملايين دولار أمريكي. مؤسسة هيومن أبيل البريطانية قدمت 30 مليون دولار أمريكي. أما هيئة الإغاثة التركية قدمت تعهدات بعشرة ملايين دولار أمريكي. هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي قدمت 2,700,000 دولار أمريكي. بالنسبة لمنظمة RMBD العراقية قدمت تعهدات بأربعة ملايين دولار أمريكي. الجمعية الطبية العراقية الموحدة قدمت تعهدات بمليون ونصف المليون دولار أمريكي. إجمالي التعهدات مشاهدينا الكرام حتى هذه اللحظة تجاوزت هذا الرقم أيضا 330 مليون و 130 ألف دولار أمريكي، تجاوزت أيضا 337 مليون دولار أمريكي. ومن ضمن هذا المبلغ من التعهدات تنضم إليها أيضا المنظمات والهيئات الخيرية الكويتية اللي راح نتكلم عنها أيضا في وقت لاحق. الآن الكلمة إلى الزملاء في الاستوديو، بسام وإيمان لكم الكلمة. شكرا جزيلا لك نواف. معنا مرة أخرى نود أن نرحب بضيفينا داخل الاستديو، الدكتور خالد الخليفي وكذلك الأستاذ عبد الله المصيبيح. سعداء جدا بوجودكم معنا في هذه الحلقة المميزة، وذلك لتغطية المؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق. حياك الله أستاذ.
دكتور خالد، بداية اليوم هو يوم انطلاقة الوفود التي احتشدت في المركز الإعلامي وبداية انطلاق المؤتمر، وهنالك الكثير من الأحداث التي حصلت اليوم، كيف تقرأ لنا هذا الموضوع اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا اهتمام من الشارع الكويتي وشارع الدولي بما يحدث في العراق. احنا بالنسبة لنا لمؤتمر يعني المنظمات غير الحكومية، نعم، رأينا طبعا يعني من عدد الناس اللي حضروا حوالي 70 أو أكثر من 70 مؤسسة من أكثر من 20 دولة حضروا لهذا. هذا يؤكد أن هناك اهتمام بما يحدث للشعب العراقي أو بعض جزء كبير من الشعب العراقي. أحد أهداف هذا المؤتمر هو تسليط الضوء على هذا الكارثة التي يعيشها يعني الأخوة اللي يمرون في بعض الحالات الكارثية اللي هو، ولذلك يعني قالوا أن احنا يعني نبي فزعة دولية وليست فزعة كويتية. هناك أيضا فزعة كويتية وفي أرقام قدمت يعني، نعم، لكن اللي شفناه اليوم تكاتف دولي واهتمام تمام بأن احنا لا نريد شيء، إنما نريد فقط أن ننقذ الشعب العراقي مما هو فيه حاليا. جميل جدا. طيب إذا تحدثنا عن بالنسبة للمساهمات التي تم جمعها اليوم والتي حظي بها أو كانت حصيلة اليوم الأول للمؤتمر، نجد أنها فاقت وتعدت 122، هذا فيما يتعلق بالجمعيات الخيرية فقط، فقط 122 مليون دولار. كيف يمكن أن تصف لنا حجم التنسيق الذي تم لجمع هذا الكم من التبرعات؟ تمام. أو المساهمات. طبعا هذه الجمعيات كلها طبعا تلبي النداء قام به صاحب